إذن نحن لهلأ ما حسمنا خيار المشاركة بالحكم أو المعارضة، بانتظار بلورة الحل، وأنت بلوره منقرر، وهيدا كمان قرار متخذ من زمان بالتيار. النقطة الثالثة، نحن من الأساس ومن البداية تنزلنا عن حقنا بالرئاسة لأن شفنا النجاح غير متوفر بالوصول وبالإنجاز طالما المنظومة السياسية متحكمة. لازم تفكيكا قبل هيك، وما بدنا نكرر تجربة عهد العمادون. هيدا قرار كمان أخدناه بالتيار من زمان بعدم خوض أي تجربة فاشلة، ورحنا نفتش بالتفاهم مع المكونات البرلمانية الأخرى ضمن لائحة أسماء اتفقنا عليها داخليا بالتيار، بس مش نحن رشحناها. اتفقنا إن منوافق إذا انطرحت، وقلنا إنه ممكن نوافق عليها من دون ما نرشحها. وبالرغم من كل المحاولات يلي صارت معنا لطلب أسماء منا، أصرينا إنه ما نسمي، وكان قرارنا الواضح إنه نوافق على التسمية دون التسمية من قبلنا. بالمقابل الثنائي أصروا على مرشحهم دون أي خيار، والقوات من جهة تانية أصروا على ثلاث مرشحين نحن رفضناهم على فترة طويلة لغاية ما وافقوا على أحد الأسماء يلي نحن وافقنا عليها وهي جهاد أزور. إذن كانت موافقتنا عليه من بين أسماء أخرى لأنه غير مستفز وما بيشكل تحدي، والبرهان على هالشي إنه يلي كانوا عم يدعوا لمواجهة حزب الله رفضوا هالاسم على فترة 4-5-6 أشهر. ونحن معروف إنه كان رأينا إنه يكون ضمن لائحة أسماء، لائحة تقاطع سميناها، فيها أكثر من اسم، اسمين أو ثلاثة، حتى ما نفرض اسم على الفريق الآخر، وحتى نظهر مرونة بالأسماء الغير مستفزة، كونه نحن ما عندنا خيار أوحد أزلي سرمدي ما بنقبل غير فيه أبدا. والأهم عملنا هيك حتى إذا رفضوا الفريق الآخر ما يتحول الرفض كسر لإرادة المسيحيين ويتعرض نسائنا وشركتنا للخطر. نحن هيك كان بدنا، ما وافقوا معنا ونجبرنا، لا مش وحدنا منقرر ما بيكون فيه الغير، جبرنا نمشي بالحد الأدنى من الاتفاق لأنه تأمن الحد الأدنى يلي هو اسم واحد تقاطع عليه من دون للأسف الاتفاق على المقاربة الكاملة للانتخابات، يعني ماذا بعد، وعلى البرنامج. لأنه كمان هون الثنائي بتعرفوا كلكم أنه صار يتحدينا أنه هو عنده مرشح ونحن ما عنه، وانتم مش قادرين تتفقوا وجيبوا مرشحكم تنعمل جلسة. فاذا صار الخارج والداخل عم بيضغط لعقد جلسة انتخاب ومرشحهم للثنائي عم بيتقدم، ونحنا ما كنا مع خيار تعطيل هيك جلسة. غلبنا باللي عملناه خيار التقاطع على مرشح على خيار تطيير النصاب، لانه بدنا جلسة وبدنا انتخابات. فاذا تعمدنا نعلن التقاطع نحن لما أعلننا هالشي لأنه لوحدنا وبمضمون متميز، وتركنا مجال واضح للحوار، ولكن دولة الرئيس عين الجلسة وصاروا دغري يعتبروا المرشح يلي تقطعنا عليه هو مواجهة وتحدي. وبصراحة بقول بهيدا المنطق بيقدروا يفرضوا كل اسم بتم تقديمه إلى ما لا نهاية إذا مصرين على اسم واحد، وهيدا المنطق المرفوض من قبلنا. النقطة الرابعة، ليه أزعور كان من بين الأسامي المقبولة من قبلنا؟ أول شيء مجرد التقاطع على اسم بيعني أنه في تنازل من الكل للقبول فيه، ويعني أنه منه هو مرشحنا الأفضل، لأنه مرشحنا الأفضل هو نحن. بمجرد أنه ما ترشحنا وتقطعنا على اسم يعني تنازلنا وقبلنا بأقل مما بدنا، ومن هيك نحن ما كنا معنيين بحمل الدفاع عن المرشح. وطبعا نتفهم الانتقادات بخصوص أنه هو كان وزير معين من قبل السنيورة بوزارة المالية، مع كل ما بيعنيه هالشي من سياسات ما منوافق عليها. ومنتفهم كمان
انه يكون في عند بعض نوابنا تحفظات من شاركهم فيها، تحفظات على الاسم مع موافقة على كل المسار الباقي، انما كان من بين الاسماء اللي نحن اتفقنا عليها داخليا. وبالاخر هيدا هو التنازل، وهيدا هو التقاطع، وهيدا هو الاتفاق المتوفر لما نضلنا باللا شيء وباللا فراغ. بس نحن بصراحة بقولكم نحن عنا حساسية على الظلم، وما بنقبل الظلم والتجني قد ما عينينا منه. اليوم عم نشوف كيف عم يتعرض له هو، ومنريد نوضح بعض النقاط بعضها أكله للرأي العام المرتبط فينا، تما نصفي كأنه نحن عم نرتكب ذمة أو شيء. بس من هالباب هيدا بحب أقول كم نقطة. أول شيء أنه هو موافق على ورقة الأولويات الرئاسية، ومعروف أنه هو ضد السياسات المالية تبع رياض سلامة والسياسات المتبعة كلها المالية مؤخرا. اثنين، هو شخص مستقل ما بينتمي لتيار سياسي، وما اشتغل بالسياسة، وكان تقني بعمله بوقتها. النقطة الثالثة، عمل وزير بفترة تداعيات اغتيال حريري والمحكمة الدولية وحرب تموز وسبعة أيار وكل الكوارث بحكومة مبتورة ما عملت شيء بوقتها، بس طبعا بتحمل المسؤولية المالية بهيدي المرحلة. بس ظلم تحميله يعني السياسات 30 سنة بالبلد وكأنه هو رأس المنظومة. النقطة الرابعة بخصوص موضوع الإبراء المستحيل وأنه هو ربيب السنيورة. طيب ما نحن وحزب الله دخلنا بحكومة برئاسة السنيورة سنة 2008، يعني بعد حرب تموز وبعد سبعة أيار. طيب تدخلوا بحكومة برئاسة السنيورة مع ليه؟ ولكن بصير جهاد أزعور بالرئاسة هو الشيطان؟ كمان نحن دخلنا باتفاق رئاسة الجمهورية مع سعد الحريري ومع حزب الله بالعهد وبالحكومة. يعني السنيورة مقبول والحريري مقبول، بس جهاد أزعور مرفوض؟ تتفقوا مع وديك اثنين وهو المشكلة هلأ صار؟ خمسة، هو بيعتبر حاله رئيس مهم للإصلاح المالي والاقتصادي، لا بده تحدي ولا بيقدر يوصل بالتحدي، وعارف هالشي لأنه هو صاحب قدرة نظرا لمعرفته بالدولة اللبنانية ولخبرته الدولية بصندوق النقد وعلاقاته الخارجية وكفاءته بموقعه. وستة والأهم وهون الأساس، أنه اليوم الخيار صار محصور، قلنا ورقة بيضة هيدا أمر تخطيناه، ونحن طبعا مش سهل ننتخب حدا يعني من بعد العماد عون وحدا مش منا، مش سهل. إنما اليوم الخيار محصور بين جهاد أزعور وسليمان فرنجية، ما في لزوم نقول أكتر من هيك. بالانتخابات وبالخيارات عطول بيتقدم مبدأ الأفضل نسبيا، ممكن ما نحصل على الأفضل بالمطلق ولكن نحصل عليه بالنسبة. النقطة الخامسة، بدي أحكي عن التيار والمسار يلي مشينا فيه. نحن خطينا المسار الرئاسي خطوة خطوة من الصيف الماضي وبكل المواضيع، وقررنا بموجب عملنا ونظامنا الداخلي ومن خلال اجتماعات أسبوعية داخلية المواضيع التالية. أولا قررنا أنه لا مرشح للتيار. قررنا تانيا أنه ما منقرر من هلأ إذا كنا موالات أو معارضة، مننتظر. ثلاثة، إننا منخرج من خيار الورقة البيضاء أو اللا خيار. أربعة، إننا منناقش ومنقرر بالأسماء المقبولة منا. خمسة، إننا ما منرشح اسم بس منقبل بأسماء من خلال محاولة التوافق من جهة مع الثنائي الشيعي إذا قدرنا، ومن جهة تانية مع فريق القوات والكتائب والتجدد والمستقلين ومع الاشتراك والتغيير وغيره. ستة، انه نقوم بكل شيء ممكن لاخراج حزب الله من حصرية اسم مرشحه، ونسعى مع الكتل المسيحية برعاية البطريرك
للتوافق على اسم لنأمن له الحيثية التمثيلية ولو مستعارة عوضا عن التمثيل المباشر للشخص، ونكملها طبعا بحيثية وطنية. وأخيرا قررنا أنه ندعم ترشيح جهاد عزور بناء على التقاطع الحاصل مع القوى الأخرى.